في موجة حر بقالها يومين، والجو كده نحس في وسط النهار انه شديد الحرارة، كمان الرطوبة بتخلينا نحس بالحرارة بمعدلات اكبر بكتير من الارقام اللي احنا حاسين انها معلنة. من المفترض ان بكرة تكون ذروة الموجة الحارة، وبعدها ان شاء الله درجات الحرارة تنخفض مرة تانية من يوم الحد. خلينا نتابع. موجة شديدة الحرارة تتعرض لها مصر بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية. يصاحب تلك الموجة تحذيرات متكررة من هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع وتناول المشروبات الباردة. المنخفض الحراري يؤثر على ثلاث قارات هي آسيا، إفريقيا، وأوروبا، ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر إبريل من كل عام، ويتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية. يتسبب هذا المنخفض في ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، كما أنه يسبب موجات حارة قوية في مصر لكنها أقل حدة عن دول الخليج نتيجة موقعها الجغرافي. ومع مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية وبالتالي تعديل في درجة الحرارة، ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.